بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, يعني بروفيسور دكتور ماجد الشيخ على الدعوة الكريمة. حاجه ممكن تفرق معاكم او موضوع يحصل امبروفمنت كويس على العلاج. تمام؟ طيب احنا بنتكلم 50 تلبس دايت يجيب لها نابكن، لكن القصه دي في اول ريكرانس فيها عالي شويه واب تو 97% من الاطفال الاولاني ده موضوع نبت. الاخ خمس مهمين في المنهج مش حاجات فرق. النصائح دي في الخمس ممكن في او في حتى تمام. الخمس حاجات عشان نحفظهم ايه؟ سي اي تمام كده. طيب الاي هو الاير والبي هي البارير والسي هي الكلينايزنج والدي دايفرنج والدي الاي اديوكيشن. حاجات معاك جدا 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 مش جاست حد لو حاولت تسال عليها ممكن المحاضرات اول ما بدات كلام كتير كلام كتير جدا زي نيوتريشنال كاوز ميلك يكون هي السبب مش عارف. والاريشن جدا 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 ومهم قدر الامكان دي ان احنا نحاول ان از ماتش از ممكن تتحط في بتاع التغيير الدايبرز للهواء ده جدا لان مجرد انها بتقلع وتغير تروح لبسها كويس وما عندوش مشكله انه ما عنديش درجه حراره الجو حواليه شويه اب 15 مينتس ما فيش اي مشكله خالص لان ده فعلا هيبدا معاه في الهيلث. المهم جدا حاجه لان انا كل ما بفتح كل ما بسيب على الجلد بشوف امبر ثلاثه الفاكتورز مش ماسكين في الوقت ده للجلد. فمساله البامبر زي اللي في الصوره اللي هي الحاجه اللي معظم الامهات بتعملها وبتعمل مشكله جامده ان هي بتاع الهير اللي هو في الاولاد ان هم يعرضوهم للهواء وده مش مطلوب لان الامهات بتعمل قدام الصاص. الباريرز هو حرف البي بقى هو الباك بتاع البريفنشن هو الباك بون يعني الكريمات اللي او الحاجات الستادز الموجوده بتقول ان مفيش فرق كبير جدا ما بين نوع عن نوع او نوع عن نوع من ناحيه الحاجات دي. ده شغل
كل شيء بطريقه تسوى لينا النتائج ما فيش موضوع. طيب مهم قوي الرياضه او ان انا بروتكتف لاير اوف كريم اللي هي بروتكتف ليبيد فيلم عشان تمنع بتاع او دي كنت سكن مباشر كل الرياضه اعمل ده. الحاجه الثانيه انا ممكن بحط بس بها من الكريم عشان لما في المره الثانيه مهم جدا ان لو في كريم لسه على السكين بسيبه طالما ما عليهوش رين وستو، يعني مفيش داعي ان انا اعمل وايبنج جامد اغسله جامد او ان انا احك جامد السكين. كويسه كويسه في السكين مفيش داعي او نوع من انواع الاحتكاك في اماكن. معلش يا جماعه احنا بنعتذر جدا على التكنيكال انتربشن بسبب النت والسماعه، انا بحاول للاسف بس منعت ان انا اكون متواجد مع الاساتذه، يعني باذن الله يكون كده الصوت صح علشان برضو الصوت ما كانش واضح. انا بسرعه كنت بتكلم على العوامل اللي ممكن تفرق معانا جدا، مساله المانجمنت بتاع او الدايبر برماتايتس بحيث ان بسيطه جدا المنت الميديكال كريمات او كده، وكنا بنتكلم على اي بي سي دي احفظوا اير اير نايز دايبر كيشن. اوكي اثناء الغيار بتاع الدايبر وان احنا في الوقت بس على الطامبر بتاعه احنا محدش يستخدم اللي هي الاستشوارات والحاجات دي في تنشيف الاطفال لان دي خطيره وممكن تعمل مشاكل. اتكلمنا على الباريرز برضو، والباريرز قلنا ان هي الباك بون بتاعه البريفنشن والمانجمنت وان انواع كتير لان كويسه ومش فارقه الدايبر تشنج لازم مع كل دايبر بحط او بحط حاجه للبشن عشان تعمل ليبت فيلم يبقى عامل بروتكشن ما بين اليون وبين الستون وما بين ما نيجي لسه او ما حطيتها برضه يعني